ضيفي اللي معايا في الفقرة دي هو عالم من علماء مصر في مجاله، وببقى فرحانة جدا وفخورة جدا جدا ان في ناس من علمائنا في مجال طب التجميل بتجيلهم ناس من بره، يعني بيحجزوا عندهم من بره ويجوا بقى من الدول العربية، ده من الدول العربية بدل ما بيروحوا بقى اوروبا وبتاع والحاجات دي، لا بقت مصر وجهة ليهم، ده بواسطة اسامي مهمة عملت نجاحات عظيمة. من حوالي ايه نقول شهر ونص كده او شهر واسبوع، ليه واحدة زميلة، ولا بلاش زميلة دي عشان هتعرف يعني، بلاش واحدة صديقة، جسمها كان فيه دفوهات زي جسمنا كلنا، اللي هو ايه يعني في المرحلة السنية دي مفيش بقى وسط الامور، بنبتدي نلبس حاجات واسعة عشان تداري، مفيش التكسيمة، ما اقدر. قابلتها من مثلا 3 ايام، فانا لقيت انسانه اخرى، فانا قلت لها انتي، هو انتي ولا انتي مش انتي؟ قالت لي لا، انا قلت لها امال ده الوسط الكتكوت ده ازاي؟ ما تقوليليش بقى لا رياضه ولا ريجيم، لان مش هينفع في شهر ولا شهر واسبوع يحصل الكلام ده، بالفرد حصل. طب ال 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 الحته بقى اللي هي بتاعت دي جت ازاي؟ الامور اتظبطت كده؟ قلت لها لا مش يعني هتقولي لي الحق. فقالت لي الحق. الحق بقى ايه؟ ان هذا العالم العظيم المحترم حولها من انسانه لانسانه، حولها كمان نفسيا، بقت تلبس جوباد وتدخل البلوزات من جوه وفساتين مكسمه وبتاع، وانا عايزه من ده. فقلت لها لا، نتصل بقى بدكتور. مشرفني استاذ دكتور احمد صلاح الدسوقي، استشاري جراحات التجميل والاصلاح وتنسيق القوام. يا دكتور شرفتني وانستني. زدني شرف وميرسي على الانترو الجميل جدا ده. والله انا اللي ميرسي ليك، على اولا انت مشرفنا في كل الدول العربيه، اسم حضرتك ما شاء الله، والناس اللي بتيجي يعني بقت في رحلات بتجي لنا كده من عند اخواتنا في الدول العربيه، وكمان زميلاتنا الفنانات، مش هقول اسامي عشان طبعا انا عارفه ان حضرتك رفضت تماما وقلت لي لا دي اسرار مهنه طبعا، فمش هقول اي اسم من اسامي زميلات طبعا، بس انا عارف يعني انا عارفاهم يعني، وانا قلت لحضرتك يعني اسم واحده فيهم. انا يزيدني شرف. ايه العظمه اللي انت عاملها دي؟ ازاي يا فندم وسط بقى قطره مثلا 100 فتحول لقطره 40؟ انا عايز افهم. وبعدين زميلتي دي بكامل صحتها يعني اللي هي بتروح وتيجي وتمشي، مش مثلا في فترة تقريبا قالت لي انا كان شهر واسبوع، في شهر واسبوع من عملية النحت اللي حضرتك عملتها الوسط يبقى كده؟ وثانية واحدة، مش الوسط بس، اسفل الوسط ازاي حضرتك ده كان عامل كده؟ ازاي الدنيا بقت عاملة كده؟ لا اشرح لي يعني ايه نحت القوام ده اساسا؟ طيب هو كان زمان في كونسبت قديم خالص اسمه شفط الدهون، او ان احنا نشفط دهون من اماكن معينه. الموضوع ده اختلف كليا في الفتره الاخيره. التجميل مسته دايما ان هو اب تو ديت، كل شويه في فكره جديده، في جهاز جديد، في كونسبت جديد في الشغل بيخلينا نبدا ان احنا نتعامل بشكل افضل وبشكل حرفي اكتر. دلوقتي تنسيق القوام او ان هو الفور دي لايبوسكالبشر او النحت رباعي الابعاد، ده الكونسبت الجديد الموجود في فقره شفط الدهون. دي اسامي جديده احنا بنسمعها بالظبط، يعني يعني على ايام يعني ايام انا زمان من 14 15 سنه كده كنت عملت حاجه كده الحقيقه وفشلت يعني او ما ادتنيش النتيجه، بس الاسامي دي بقى لحضرتك الرباعي الابعاد والنحت مش عارفه القوام بالايه ده جديد. هو ده الفكر الجديد. زمان كان فكرتنا ان احنا لما نيجي نعمل شفط دهون فكرتنا ان انا هنزل كام لتر دهون، انا عملت عمليه ونزلت 3 لتر 4 لتر، هو ده الهدف ان انا انزل دهون. دلوقتي هدفي ان انا اعمل نحت لشكل الجسم، ابرز مظاهر الجمال الموجوده في المنطقه، وليكن مثلا البطن لازم ان انا اعمل ميد لاين، خط النص، الفي شيب بتاعه البطن، ان انا اعيد توزيع دهون في اماكن تانية عشان اوصل لكيرف شكله كويس، اوصل لشكل الاور جلاس كويس خالص، او الشكل الكيرفي اللي احنا الناس كلها عايزاه الكيرفي. ايوه ده الكونسبت الجديد. لازم كل الدهون دايما في كونسبت كده اللي هو دهونك يعني ممكن نستفيد بيها باماكن تانية، مش معنى ان انا عندي دهون ان انا خلاص عايز اشيل الدهون دي وخلاص، لازم ان انا اعيد تنسيق القوام عشان يوصل لشكل كيرف كويس. طب ممكن توضح لي الصوره دي اكتر؟ طيب. يعني ايه فكره عشان برضو الناس اللي معانا يبقوا فاهمين، ان انا مثلا اشيل دهون من منطقه المعده مثلا والبطن بتبقى يعني الدنيا، وخاصه بعد ما بنولد مره واثنين ويمكن ثلاثه الجلد ما بيبقاش زي الاول ولا العضلات بتبقى بالزبط. والدهون بتزيد بالزبط. يعني اخد الدهون دي احطها في مكان مثلا تاني ولا اعمل ايه؟ احنا هنقسم الناس على تو كاتيجوريز.
في كاتيجوري هدفه كله ان هو عنده تراكم للدهون بس كفاءه الجلد عنده كويسه، ان عضلات البطن عنده كويسه، فده بنبدا ان احنا نعمل له نحت للقوام، ان احنا نبدا ان احنا نعيد تنسيق شكل البطن دي بشكل كويس، ان احنا نبدا ان احنا نعمل نحت الخط النص، نشفط الدهون الموجوده في منطقه البطن والكيرف والوسط، ان احنا نعيد توزيع الدهون في منطقه الهيبس او منطقه الخفسات او منطقه العضله النايمه زي ما الناس بتقولها، عشان نعيد توسيع الجسم عشان نوصل لشكل كيرفي كويس. في كاتيجوري تاني خالص اللي هو ست خلفت كذا مره، ولدت كذا مره، عضلات البطن ضعيفه، في كشكشه وكرمشه في الجلد، الشيب مش كويس، ما بقتش اعرف ان عندي ثقه في النفس. بنبدا ان احنا نعيد توزيع القصه دي بشكل تاني اللي هو التامي تاك او الابدومينال بلاستي، ان احنا نبدا ان احنا نزيل الجلد المترهل، نعمل نحت للخصر، نعمل ربط للعضله، نعيد توزيع الدهون في مناطق تانيه. كل الكلام ده بيخلف في الشكل 180 درجه. نوصل لشيب مختلف تماما. طيب يبقى في ثقه في النفس من اول وجديد طبعا. تمام، احنا كده عرفنا الفكرتين، فكره توزيع الدهون في اماكن اللي هي اللي فاضيه نحاول نملأ. طب خليني في الحته اللي هي بتاعت، لان بناتنا او يعني السيدات اللي بينجبوا مره واثنين وفعلا شكل الجسم بيتغير تماما عن بالزبط. عن زمان، فكره الشد دي او فكره انك تشيل الجلد الزائد، هل برضو اقدر ترسمني يعني ترسم الجسم برضو بنفس طريقه اللي هي بتاعت اللي مش مخلفه؟ بالظبط، ينفع ان انا ارسم. هنشوف حاجه الجسم دلوقتي برضو معانا صور او فيديوهات او كده. فيديو الله يعني ده، اي ده ده مثلا ان احنا عندنا البطن فيها ترهلات، الويست مش مرسوم، ببدا ان انا اعمل النحت رباعي الابعاد عشان ابدا اظهر مظهر الخصر، اعيد توزيع الدهون تحت فيبقى كيرف باين بالشكل ده. وحتى الرجاله كمان بنوصل للشكل الرياضي، السكس باكس، العضلات الاوبليكس، العضلات المنشاريه، نوصل لشكل رياضي سواء لراجل او ست. طب دكتور انا شايفه حاجه لفت نظري جدا بقى في الصور دي، ان مفيش يعني قطع مثلا في البطن. أيوة. وخياطه الحالات دي كلها الحالات دي كلها ما عندهاش ضعف كبير في العضلات ولا ترهلات في الجلد. فوصلنا ان احنا نعمل عن طريق فتحات صغيره او ثقوب صغيره خالص ان احنا نعمل منها النحت من غير جرح، ما فيش جرح يعني للست. يعني ده يعني الانسان ممكن بتالي 3 4 ايام يقدر يقوم يدخل الحمام براحته. بالظبط، احنا بندي ريكفري مبدئيه 3 ل 5 ايام، وبعد اسبوعين بيرجع عمله بكامل وظيفته، يعني بعد اسبوعين بيرجع بكامل وظيفته. 6 اسابيع بيبدا الشيب يختلف، تبعت لي الناس دايما بدرس شكله جميل بلبس رياضي بشكل جميل خالص. 6 اسابيع. 6 اسابيع. طب انا صاحبتي دي كانت 5 اسابيع حضرتك. ما هو تدريجيا. يعني احنا دايما بقول للناس بعد شهر تبداي تتصوري قدام مرايه، تشوفي نفسك، تشوفي لبسك، بعد شهر تبدا انها تتصور، توصل لكيرف افضل وافضل 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 على مدار من 6 ل 12 اسبوع، بس بعد شهر بتبدا انها تحس ان هي الدنيا اختلفت 180 درجه طبعا. دكتور انا من خلال شغلك واللي سمعته من ناس كتير جدا جدا، سيدات ورجال تعاملوا معاك، بيقولوا ان انت الفنان او الفنان التشكيلي، انت بتعمل تشكيل للجسم، مش مجرد انك بتعمل عمليه تحسين قوام، لا انت بتفن. فهل انا كمريضه لو جيت لحضرتك وانا مش عارفه طبعا حاجه لا فاهمه حاجه، فانا احكي لك مشكلتي، انت اللي تاخد القرار بقى هنعمل ايه بالظبط؟ هو انا باجي اسمع من كلاينت، هو جه قعد معايا قال لي انا عايز 1 2 3 4، هو ما يعرفش انا هعمل ايه، هعمل نحت، هعمل شد. ببدا ان انا افحص الكلاينت، ابدا اشوف كفاءه الجلد، ابدا اشوف تركيز الدهون، توزيع الدهون فين اكتر فين واقل فين، وابدا بناء عليه اديله اناليسز او خطه، احنا عايزين نعمل 1 2 3 4 عشان نوصل لشيب شكله 1 2 3 4. مفيش ست شبه التانيه. كل جسم ربنا خلقه مختلف عن التاني، في جسم عظم الحوض عريض، في جسم عظم الحوض قليل، في جسم الويست بيبقى حتى وهي مليانه عندها وسط. لما نيجي نعمل عمليه لازم نحافظ على الكلام ده كله عشان نرسم شكل جسم جميل. ابدا ان انا استغل الدهون اللي معايا عشان ابدا ان انا ممكن استفيد بيها في منطقه تانية، احقنها في منطقه تانية، احقنها في منطقه الهبس، احقنها في منطقه البريست، احقن في اماكن تانية بحيث ان اوصل لكيرف افضل وشكل جميل افضل طبعا. تمام، طيب في بقى عايز اعرف يعني ايه عمليه المامي ميك اوفر؟ زمان كان في كونسبت كده ان انا كل عمليه لازم تبقى سيبريت، لان كل عمليه هعمل عمليه في البطن يبقى مستقله، الظهر مستقل، الثدي مستقل، الدراعين مستقلين، كل الكلام ده بيخلي الشخص عشان يوصل للنتيجه اللي هو عايزها هيقعد 3 4 سنين بعمليات كتيره جدا، لان لازم زمن بين كل عمليه والثانيه. بالظبط، على الاقل من 3 ل 6 شهور زمن بين كل عمليه والثانيه، فانا هوصل للشكل بتاعي كمان كتير قوي
وممكن فالكلام على ده ما صلح حاجة بعد الأربع سنين دول بالظبط يطلعوا يطلع مكان تاني، تاني. يحصل قصة تانية، فالقصة دي كلها بقت مختلفة. دايما الست بعد الولادات المتكررة بيحصل فيسيولوجيكال ابنورماليتيز، يعني الجسم بيبقى فيه تغيرات كتيرة جدا في كل الجسم، في الدراعين، في الثدي، في البطن، في الرجلين، في المؤخرة، في كل الأماكن بيبقى فيها تغيرات. طبعا دلوقتي بقينا بنعمل في عملية واحدة اسمها ماميك اوفر، يعني إن أنا بعيد شكل الجسم اللي ما قبل الولاد، أرجع المدام بنت، أرجع المدام شكلها بقى عندها ثقة في النفس 180 درجة، إن أنا أبدأ إن أعمل تظبيط لشكل الثدي عن طريق بقى الشد أو التكبير أو التصغير على حسب الثدي شكله عامل إزاي، نبدأ إن إحنا نشوف البطن هنعمل نحت ولا هنعمل شد، هنعمل نحت للخصر وهنعمل نحت للظهر كمان، هنعيد توزيع الدهون في المؤخرة، هناخد الميديال ثاي أو المناطق الداخلية من الفخذين، هنعيد تظبيط شكل الدراعات، فكل الكلام ده بيبدأ إن هو يتعامل في عملية واحدة بفترة ريكفري واحدة وارجع بشكل مختلف 180 درجة. عشان كده الحاجات دي بتفرق كتير في نفسية الناس، طبعا عشان نوصل لشكل كويس في فترة قليلة وفترة ريكفري واحدة. فأنا عملت كل الكلام ده وخلاص، بقيت عملت حاجة ثبتت عليها مدى العمر بقى إن شاء الله. طب دكتور انا عايز اعرف معلش يعني فروع العيادات بتاعت حضرتك فين، علشان ممكن حضرتك تبقى يعني بتحب مناطق مثلا ومناطق لا، لا كل يعني فروع، وعامل عيادات في مناطق والستات في المناطق التانية لا تزعل لا بقى لا مننا وكده. احنا عندنا 4 فروع، عندنا فرعين في القاهرة، فرع في المهندسين وفرع في مدينة نصر، وعندنا فرع في طنطا، وعندنا فرع في اسكندرية. يعني بتوع التجمع الخامس يقدروا يجوا لك مدينة نصر مدينة نصر، وبتوع شيخ زايد و6 اكتوبر المهندسين، المهندسين. طب تمام، وفين تاني؟ وفي طنطا فرع، طنطا حلو جدا. وفي المهندسين فرع، لا وفي اسكندرية فرع. اسكندرية. طب ما وحياتك جمهورنا في وجه قلبي بيتضايقوا. ده يزيدني شرف، انا ليا جمهور كتير بيجيلي من الصعيد، بيجولي في القاهره دايما، كل الناس حبايبنا من الصعيد كتيره بيجولي في يعني القاهره ما طبعا. فيش اماكن كده بتعمل لهم برضو يا رب عياده هناك كده؟ ربنا يدينا الصحه. ربنا يا رب يديك الصحه والعافيه الله يخليك والوقت يا رب، كمان. انا الله عارفه قد ايه، يخليك يا رب. غير طبعا اخواتنا اللي بيجوا لحضرتك من الخارج من غالبا الدول العربيه، طبعا كله دول بيجي على فوق القاهره دماغنا طبعا والاولويه ليهم طبعا، دول ضيوفنا. طبعا طبعا. بس برضو واخدين حضرتك مننا جامد لا يعني. ده يزيدني شرف، يزيدني ربنا يخلي شرف، الله حضرتك. يخليك يا طيب رب. عايز اعرف بعد ما اعمل العمليه دي قدامي قد ايه؟ حضرتك قلت لي قدامي حوالي، عشان اسبوعين شكلي يبان. الشكل يبان، احنا انا بقسمها للناس كده، بقسمها للناس ان هو بعد اسبوع بيبقى فتره ريكفر وصل ل 50 60% من صحته، بعد اسبوعين هو بيبقى فولي ريكفرد، خلاص بيبقى كويس خالص، بيرجع شغله وعمله واموره كويسه خالص. واسبوعين دي فتره مختلفه من شخص لشخص، يعني في ناس بشوفها بعد 10 ايام بترجع شغلها كويس خالص، وفي ناس بتقعد الاسبوعين فتره كويسه خالص. يبدا الشيب يبان والشكل يبان قدام المرايه وفي اللبس وفي الهدوم، بعد شهر بتبقى بان حوالي 60% من الريزلت. بعد 3 شهور او من 10 ل 12 اسبوع على حسب الشخص وعلى حسب كميه الدهون بيوصل للفول ريزلت بتاعته. طب دكتور معلش سؤال بقى يخصني، اتفضل. لو حد للاسف حظه كان مش حلو وهو كبير يعني شويه في السن كده، لا لا لا، ومن مثلا عمل شفطه او حاجه زي كده من حوالي مثلا 15 سنه والنتيجه ما كانتش باسطه، لان ما كانش فيه على ايام زمان في ناس فكره كتيره، النحت، بالظبط في ناس كتيره كان في شفط بتجيلنا وخلاص. كده، في ناس كتيره بتجيلنا كده يقدروا يعملوا. بالظبط، في ناس كتيره بتجيلنا بالريدو. الريدو يعني احنا عملت عمليه وما كانتش ساتسفايد، ما وصلتش درجه الرضا من العمليه الاولانيه، بنعيد الكلام ده كله، بنبدا ان احنا نظبطه عشان نوصل لشكل افضل ونتيجه افضل. يعني مش ما فيش ممنوع، ما فيش حاجه، حتى لو كانوا عاملين شد، حتى لو عاملين شد هي فينفع الفكرة. ينفع مع الشد ده؟ بالظبط، هي الفكرة دلوقتي ان هو مفيش حاجة ملهاش اصلاح. التجميل مفيش حاجة مفيش اصلاح. دايما لما كلاينت بيجي لي عامل عملية بره بيبقى جاي وعنده ندم كبير جدا وعنده يعني ضد التجميل جدا بسبب اللي حصل معاه. هي القصة كلها دلوقتي مفيش حاجة ملهاش ريدو، بس هي القصة ان انا اعمل الريدو مع حد كويس عشان اعرف اوصل لشيب كويس. للاسف بيجي لنا ناس طبعا عامله عمليات كتيره قبل كده ومش والدنيا وصلت لدرجه النجاح بتاعتها عشان ما عرفتش افهم اللي قدامي. ما هو جزء من الاناليسز ان انا افهم الشخص اللي عشان كده قدامي مسميين دماغه حضرتك ودياني فين. النحات الساحر. ما هو هو لازم كل شخص ليه اكسبكتيشن، ليه توقع. التوقع ده انا ممكن يجي لي كلاينت واقول له لا مش هعمل، ليه؟ لان في كلاينت اوفر اكسبكتيشن، عنده توقع خرافي. طيب انا عاده هو الوقت للاسف خلص، وده انقذ حضرتك مني، انا لان عاده يزيدني ببتز شرف. الضيوف لا ده بتوعي انا ان انا يزيدني شرف، اخد اوفرات كده ده كل اللي يجي من طرف حضرتك لا على دماغي يعني من طرف فوق. بنت البلد ممكن تعمل لنا خصم 10% كل 10% الناس اللي جايه من بنت البلد، خصم 10% لاي حد من طرف بنت البلد يروح للدكتور، والارقام موجوده على الشاشه قدامنا بسرعه نصور
الارقام وتوعدنا تكون معانا تاني لان لسه كلامنا ما خلصش. لا ان شاء الله باذن الله. العفو العفو. شكرا لحضرتك شرفتني ونسيني. العالم الاستاذ دكتور احمد صلاح دسوقي. للاسف الفقره الحلوه دي خلاص خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. سلام عليكم.